الآن عندنا مستحضر اسمه نات كريم، هو كريم مهم جدا للصبايا وللشباب ولحتى يعني طبعا للكبار بالسن ما في مشكلة أبدا فين يستعملوه. هو بحافظ على أول شيء مطاطية الجلد، يعني بيظل الجلد يعني إذا فينا نقولها بالدارج أنه بيحافظ على شبوبية الجلد، بيروح التجاعيد. كذلك الأمر يعني الكونستيتيوينت، المواد اللي هي موجودة في فيتامين إي اللي نحن بنعرف أنه كتير مهم كأنتي أيجين مادة. كذلك الأمر في الألوفيرا، في يعني اشياء ثانيه نحن يعني جايبينها او محضرينها من اعشاب طبيعيه اورجانيك، اعشاب نحن بنزرعها مثلا في من الويتانيا، في كذلك الامر من المورينجا، وفي من الارتميسيا. هذه اعشاب مهمه جدا جدا كغذاء للجسم، ولكن هي بتساعد انه نحافظ على يعني جلد. اول شيء المنظر بيكون افضل، بنمنع التجاعيد، بنحافظ على يعني بشد الجلد، وما له اي شخص بيقدر يستعمله مع اي شيء ثاني عم يستعمله. فينا نستعمله على الوجه مرتين باليوم، كميه كثير قليله، ما بنستعمل كميه كبيره. وكذلك الامر فينا نستعمله حول العينين، ولكن مثل ما قلت انه كميه قليله، ما نكثر منه كثير. وبكل مناطق جسمنا بشد الجلد وما له اي مساوئ جانبيه، فينا نستعمله لاي شخص كان، كان فوق 12 سنه، كان 10 سنين، والكان يعني صبيه بالعشرينات بالثلاثينات بالاربعينات، ولكبار السن يعني بالخمسين وما فوق. بالنسبة للنات كريم يعني للصبايا الصغار، هو بيحافظ على النضارة. بالنسبة للستات الفوق 50 سنة، هو بيساعد على إزالة التجاعيد وبيحافظ على النضارة كذلك الأمر.